ازيكم عاملين ايه اخواتي وحبايبي؟ بشكر كل الناس على الكومنتات الحلوه دي، ولو انت اول مره تشوف فيديو لينا اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كومنتات كتير ولايكات اكتر عشان عيد برنس ماس تكبر بيكم. تكبر وتكبر. النهارده تصوير في قناه محمود الجامع ومصحيين الساعه 7. والله صحيين بدري جدا النهارده ونايمين متاخر كمان. كملوا معانا بقيه اليوم. يا محمود طبعا في زباله والنبي خلي حد ياخدها. انا يا بنت انا عاوز اقول لك على حاجه. في ايه؟ احتمال اسيب الشغل بكره. ليه؟ في حد زعلك ولا ايه؟ لا والله مش ناس محترم والله وتمام. بس ايه طيب؟ في ناس جات لي كنا عاوزين بتوم متوفيه شبه امنيه بالظبط، شافوها بالصدفه وهي بتكنس قدام العماره. شوفوا الرزق يا بيجي لنا ازاي؟ البنت بتكنس ناس ماشيين بالعربيه. وعايزين ايه بقى؟ ده المدام شافت امنيه حضرتك قصدك كانت عاوز تاخدها معاها في الجوابات وريت التليفون ببص شبهها بالظبط بس امنيه بس على نضيف على نضيف يا بيه. قال لي هشغلك في الشركه معايا ورزق جاي لي وانتم تتمنوا لي الخير ولا ايه؟ ربنا معاك، لو خير ليك يبقى ربنا يكرمك ان شاء الله. ربنا يخليك. بس اهم حاجه اتاكد ان هم ناس كويسين وناس تمام. لا ناس كويسين. ده اعطوني 1000 جنيه. مش مهم ال 1000 جنيه، يعني اهم حاجه في بيتنا. لا يبقى ناس مرتاحين ومش محتاجين حاجه. طب خلي بالك. طب ربنا يخليك، ربنا يخليك. انا متاسف لكم والله لو اي حاجه زعلتكم مني. مش عايز اي حاجه. ارجع للملك وسائلكم العماره بمشي. لو محتاج اي حاجه انت عايزه. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا باشمهندس محمد، انت من الناس المحترمه. توحشيني يا امنيه. طبق جبنه قديمه. واو واو. عارف الراجل اللي محمد بيعمل ندى استنينا. طيب نفطر ندى. محمد عارف الراجل بيعمل الملح كده؟ اه. قول واو. والله؟ والله العظيم انا اللي عامله عشان خاطر محمد بالخط اشتريناه من بره. انا ببعشق الجبنه القديمه. انا اللي عامله الفلافل. ايه هي بتاكل بس وانا اللي اشرفت عليهم. على الفلافل جبنه تركي وحلاوه وعيش ابيض وعيش اسمر وجبنه بيضاء. بس بأي قالت جبنتهم بيضاء لذيذه. انت بتفطري معانا ليه اصلا؟ جبنتهم طلع عينيه ولا جا قلبنا يعني. يا بنتي احنا اللي عندها يا بنتي. انت بتطلعي عشان خلاص امشي. اطلعي برا برا بيتي. ايه حبيبتي بس على طول على طول جابت ورا. ندى توقعاتك لماتش الاهلي النهارده وبايرن ميونخ؟ النهارده الماتش الساعه 8 بالليل. هو كسب المره اللي فاتت قد ايه؟ الاهلي كسب 1-0 بس بايرن ميونخ ده بطل اوروبا واقوى فريق في العالم. هو لاعب مين المره اللي فاتت؟ لا فريق ضعيف فريق قطري. ان شاء الله هيكسب. هيكسب؟ طالما مفيش زمالك في الموضوع هيكسب. بص انا عايزك تقولي هيكسب كام عشان انا عامل الفيديو ده. بص هو انا بقول هيكسب بس انا حاسس ان هو في 1-1. لا ما لازم حد يكسب. مفيش حاجه اسمها 1-1. مش 1-1؟ لا لازم واحد يكسب. يبقى الاهلي 2-1. 2-1؟ بس هما مش هيعدوا الماتش غير لما يجيبوا. انا هسال 1-1 واللي هيجاوب صح هي 1000 جنيه اللي هيتوقع الماتش صح. طيب ينفع ليا 3 اجابات؟ لا هي اجابه. انت ممكن تلفي الاجابات. فوز الاهلي وفوز بايرن ميونخ. 2-1. انت 2-1. الكلام 2-1. هو 2-1 يا ميونخ يا اللي انت قلت عليه ده يا الاهلي. يعني اي واحد يجيب 2-1 انا قلت صح. انا اهلاوي جامد. انت قلتي الاهلي 2. لا هي تمشي الاثنين. لا ما تمشيش الاثنين. خلاص 1000 جنيه انا منسحبه. لا بص انا بشجع الاهلي وبس انا عارف ان بايرن ميونخ اقوى من الاهلي بكتير. صح كده. توقعاتي بايرن ميونخ هيكسب 4-1. 4-0. كمان 4؟ هيكسب الاهلي 4. توقعاتي مع ان انا اهلاوي. شكل الماتش النهارده جامد. هو فريق قوي على الاهلي. هتتفرج عليه فين؟ 2-0؟ نكسب احنا 2-1 ان شاء الله. لا صعب. 2-1 اهو. بس صعب. ده عندهم ليفاندوسكي يا جماعه احسن لاعب في العالم. المهاجم بتاعهم. وهداف هداف العالم. ايه؟ اتفرج عليه فين؟ لسه مش عارف اتفرج عليه فين. خدني معاك. مشكلة النهارده يوم تصوير يعني. لا ممكن بس ان شاء الله اتفرج عليه. لازم اتفرج عليه ده الاهلي. اهلاوي انا والفخر ليا. دي خلطه السحريه بتاعتي. جيب لها الخلطه بتاعتها من النبي. جيبها لها. ندى قولي لي ايه ده بقى؟ يعني؟ دايت؟ اصل انا حسيت ان انا اتنفخت اول يوم. قولي لي ايه الخلطه دي عشان اي حد عاوز يخس يمشي على الخلطه دي. جنزبيل وليمون ونقطه خل تفاح وشاي اخضر وبكون نعناع. بعد كده تضربيهم في الخلاط ومعلقتين سكر. ايه ده؟ معلقه ملح. بس ما تنسيش يا حبيبتي تغطيهم 5 دقايق عشان تاخدي فايدتهم. انا كنت بشرب شاي اخضر على جنزبيل على ليمون. مين اللي قالك الفكره يا بيبي؟ انت. وانا خسيت. لا انا خسيت. انا يا جماعه بطل الوصفه دي بقالي شهرين وباكل بالليل. حسيت نفسي اتنفخت شويه فقلت الحق. تعالى بس اقعد عايزه اقول لك على حاجه.
ما انا عشان متاخر على الشغل. طب اقعد بس اقعد اقول لك كلمتين. ايه يا حبيبتي؟ النهارده مش فاكر اي حاجه؟ مش بيفكرك النهارده بحاجه؟ النهارده يوم ايه؟ النهارده السبت؟ لا مش قصدي السبت، يعني ايه اكتر مناسبه حلوه حصلت لنا في حياتنا النهارده؟ النهارده؟ يعني الحاجه اللي جت نورت حياتنا كلها. ايه الحاجه النهارده؟ يا بابا يعني انت مش فاكر النادي النهارده؟ اه يا امنيه معلش يا حبيبتي والله نسيت معلش والله انت عارفه الشغل يا امنيه ومشاكل الشغل والله والله يا امنيه الشغل انا عندي مشاكل جامده جدا في الشغل والله طب احنا النهارده كنا مستنيك عشان نخرج مع بعض نجيب ونجهز حاجات للعيد الميلاد انا مش فاضي النهارده وعندي مشكله في الشغل كبيره جدا هو ده يوم يا محمد مش هينفع لو انت عايزه تاخدي امنيه تفسحيها وتوديها الملاهم انا موافق مع بعض انت وماما. اقول لك على حاجه يوم الجمعه هعمل لك عيد ميلادي. تمام وهجيب لك تورتايه وعليها صورتك كمان. ما ينفعش الشغل النهارده؟ مش هينفع انا بقول لك في مشكله كبيره في الشغل لازم اروح وانا متاخر والله. خلاص الشغل بدري بدري. لو عرفت اخلص بدري هخلص لك بدري حاضر. خلاص يا امي خلاص. براحتك تقولي ان انا كنت بعمل كده عشان مين ده؟ ما اعرفوش. يا استاذ والله انا كنت بصلح لها العجله. البتاع وقعت اهو البتاع بايظه اهي بص عليها راحت والدتها قالت لي اللي عيد ميلادها النهارده فقلت اساعدها شويه وافرحها يعني ما تضحكش عليك بجد العجله كانت بايظه انا قلت لعمو وعارف عيد ميلادك منين يا امنيه؟ ماما قالت له انا بقول قالت له ايه؟ قالت له يا امنيه وانت بتتكلمي معاه ليه اصلا؟ ما اتكلمتش معاه انا بقول انا ما قلتلهوش حاجه انا بقول لها معلش كان يوم عيد ميلادك وعايزه افسحك راح هو قال لها كرزونه وانت طيبه انا اخر حاجه اتوقعها ان انت تخونوني يا ايه انا يا محمد لا يا استاذ يا استاذ والله حضرتك انت بتهزر يا محمد انا قاعد مع والدتي يا استاذ يا ابني يا ام اصل انا كنت بصلح لها العجله احكي له ما احنا قاعدين في حالنا يا ابني عجلتها باظت قلت له قوم صلحها لي انا اللي قلت له يا ابني لا يا استاذ حضرتك فاهم غلط والله انت يا ابني على طول ظلمتها واعمل ايه يا ابني انت فاهم غلط وحياه ربنا انا ما اعرفوش والله اول مره اشوف احنا مين ده امنيه محمد انا وانا امنيه اللي حبيت اعمل لك مفاجاه امنيه واجي لك بدري من الشغل الاقي واحد معاكو؟ هو انت كتر الشغل خلاص خليت شفتوا كم مره ده امنيه قولي لي كده؟ انت بتهزر يا محمد يا استاذ انا سامعاك من بدري حرام عليك ما تظلمهاش الحوار كله كان قدامي انت مين انت؟ انا كنت قاعده هنا شايفه كل حاجه قدامي صاحبتها يعني؟ ما انا عمري شفتها قبل كده يا محمد ايه الافلام دي انا زهقت منها افلام ايه يا محمد؟ ايه الافلام؟ ايه اللي يوصل علاقة حضرتك بيها ان انت تشك فيها بالطريقة دي؟ يا بنت والله اذا كان بنت مش عارفة انا هكذب عليه ليه يعني؟ كان زمان ما قلتلكش تحضر العيد ميلاد حضرتك هكذب عليك ليه؟ انت قلت لك العيد ميلاد الصبح خدي امنية وديها الملاهي ولا العبها في الجنينة ما قلتليش حتى تعالى معانا ولا تعالى بدري من الشغل هو انا مش انت قلتلي قدري ظروف شغلي؟ قدري ظروف شغلي مش انت قلتلي كده؟ قدرت مش نافع ما قدرتش مش نافع بالراحة كده حضرتك المفروض اعملها عشان ارضيك يعني البت قاعده وانت حاطه ايدك على راسها وهو حاطط ايده على ظهرها انت ما فهمتش ان انا كل الناس اللي في الشارع جايباهم متفقين معايا يا محمد ممكن تكون صاحبتك ولا حاجه والله العظيم ما اعرفهمش يا محمد والله ما اعرفهم انا اول مره اشوف الراجل ده انا ما اعرفوش صاحبي برضه مراته كانت بتقول نفس الكلام هو انت عشان واحد صاحبك مراته خانته يبقى كل الستات خاينين في يا محمد اعقل وركز يا محمد حرام عليك اعقل وشوف انت بتعمل ايه بس يعني فكر في اللي انت بتعمله انت بتتكلمي معايا ليه؟ انت مش هتبوظ حياتنا عشان انت شفتني واحد بيصلح العجله لا والله اعديها عادي صح؟ مش بقول لك عديها حقك تعمل اللي انت عايزه بس انا ما اعرفوش يا بابا يعني هكذب عليك ليه يا بابا؟ يعني طب انا لو كنت هكذب عليك اقول لك ليه تعالى يا بابا معايا نحضر عيد ميلاد انت هتلاقي امك اللي قايله لك الكلمتين دول ماشي بصراحه يا محمد انت بعد ما شكيت فيا كده انا مش هقعد لك في البيت تاني انت اصلا مش هتقعدي في البيت اصلا ماشي لما انا عند بيت بابا لو عايز اي حاجه تعالى خد من هناك بعد ما تعرف غلطك وتعرف ان ده غلط في 60 داهيه السلام عليكم يا حوده حبيبي يا نانسي عامله ايه؟ كل سنه طيبه يا حبيبي كنت جاي لك النهارده والله كل سنه طيبه يا امنيه كنت جاي لك بس جبتي هديه؟ طبعا ده هننسي الحاجه ديت ولا ايه؟ هديه ايه بقى؟ هديه اهم حاجه عندها الهديه ازيك يا محمد عامل ايه؟ الحمد لله والله اول مره ازعل منك كده اول مره ازعل منك بجد والله بص حضرتك سوء تفاهم وانت لو مكاني هتعمل اكتر من كده وانا عرفت غلطي وجايب هديه وجاي اصالح حالي أمنية خدي نانسي روح العبها أمنية ليه بابا؟ أمنية احنا هنتكلم كلام كبار نانسي يلا خدي أمنية روح العبها شوية يا نانسي يلا وغير الهدية بتاعتها ماشي يلا حبيبتي دلوقتي خليك أنت مكاني أنا دلوقتي جيت أفاجئهم لقيتها قاعدة أمنية راكبة على العجلة واحد ماسك أمنية من ظهرها وقاية ماسكاها من راسها وبيقول له أمنية كل سنة وأنت طيب
بس انت برضو خلي بالك مفروض يعني انا برضو تفهم انت فوت بالراحة تفهم اللي أنا حصل فهم انا عارف يعني لو مكانك مثلا ممكن يبقى انت شفت بعينك حاجة ضايقتك وانا كمان عليك. واحد صاحبي في الشغل حكي لي موضوع ان مرته خانته وكده فانا ايه بس ايه انا بتعصبت شوية انت تقول ده انا فاهم انا فاهم الحب اللي انت بتحبوه لبعض ده كفاية انا فاهم بس انت لو انت لو مكاني والله هتعمل اكتر من كده ايوه بدل ما اشوف شغل غيره وانت عارف الكلام ده كله كويس مش هقوله لك بقى انا عرفت غلطي وجايب الهديه وجاي اصلحها ايا يا ايا نعم يا ابوك تعالي ايا نعم تعالي اقعدي ايا اولا محمد جايب لك الهديه ديت هيتاسف لك وحضرت تفاهم ومحمد فهم غلطه وبيعتذر لي ما تزعليش مني ايه ومعلش دي اعتبرها في وش انا معلش عندنا يعني بعد العمر ده كله هقول لك على حاجه هو بيقول لي قدري شغلي ماشي انا دلوقتي قدرت شغل لما قلت له خلاص روح شوف شغلك وسيبني انا مع البنت لما ما اقدر مش عاجب ما اقدرش مش عاجب طب اعمل ايه اريح الصفحه دي خلاص في الصفحه دي الحمد لله لله خير اشمع يعني مننا في الاخر بعد الاسف دي كلها الحمد لله عرفت غلطي ايه انا عرفت غلطي وجبت لك هديه وجاي اصلحك في الصفحه دي ايه عشان خاطر ما تزعليش مني خلاص محمد فاهم غلطه وخلاص والله اخر حاجه كنت اتوقع محمد يعمل كده معايا بجد انا والله مش مصدقه نفسي والله انا اسف يا انزل خلاص ما تزعليش مني وراسك ابو سعيد ما كنتش غير بعض يعني مش بعد العمر ده كله تشك فيا يعني معلش يا حبيبتي بيقول له امنيه بتروح تقابله كم مره انا ماليش غير في الدنيا معلش سوء تفاهم الحمد لله مش قلت مش عايزين نقفل الحياه ايه الحياه تمشي برضه معلش يلا يا نانسي يلا امنيه تعال خلاص هاكلك بره بقى يلا امنيه تعال نانسي يلا يلا كل سنه طيبه حبيبه قلبي هنجي لكم بالليل في تورته ولا مفيش تورته ولا هتضحكوا علينا؟ لا في تورته طبعا اوعى تضحكوا علينا لا يوم الجمعه ان شاء الله هتعملوا يوم الجمعه؟ يوم الجمعه مش النهار ماشي كل سنه طيبه حبيبه قلبي خلاص بقى ايه؟ وجايب لها ايه الهديه دي؟ ايه؟ هي تشوفها بقى هي تفتحها بالليل يلا ربنا يخليكم لبعض مش عايزين اي حاجه؟ يلا ربنا يخليكم لبعض يلا مش عايزين حاجه؟ مش عاوزه حاجه يا حبيبتي؟ يلا حبيبتي حبك عليها محمد وانا مش عاوزتيك يا محمد مش عايزك تزعلي مني ايام انا عامل جايزه اللي هيتوقع صح ليه 1000 جنيه في العيلة عندنا ماتش الاهلي النهارده هيلعبوا بايرن ميونخ توقعاتك للماتش ايه؟ 0-1 بس مش للاهلي الاهلي يخسر 1-0 يعني؟ اه 1-0 وانت يا غزل؟ 1-0 زي ماما لمين؟ للاهلي ولا لبايرن ميونخ؟ اللي ضده اللي ضده يعني الاهلي هيخسر ما انا برضه قلت كده عشان فارق كبير بس انا بقول ان الاهلي هيخسر بس الثاني هيكسب 3-4 عشان هو عادي جدا تعادل ما ممكن الاهلي محضر نفسه لا هو بايرن ميونخ لا اقوى فريق في العالم ممكن ما هو الاهلي عارف طبعا هو داخل هيقابل اقوى فريق فعشان كده ممكن يكون محضر ومجهز نفسه جامد او متدرب جامد فعشان كده هتبقى نسبه خسارتهم قليله فده اللي انا بتوقعه انا بتوقع ان هم يجيبوا 3 انا قلت هيخسر 4-1 توقعاتي مع ان انا اهلاوي بس الماتش صعب جدا على الاهلي اول مره تشجع ان انا اسمع الماتش يعني هستنى الماتش ده عشان الالف جنيه انا هستنى امنيه توقعاتك للماتش النهارده ايه الاهلي ضد بايرن ميونخ كام يا امنيه لا بقول لك انا استقول لك على حاجه كمان لو توقعتي صح ليك 1000 جنيه 1000 جنيه اه اللي هيتوقع الماتش صح ليه 1000 جنيه عندي الاهلي مش قوي قوي ممكن بايرن ميونخ هو اللي اسمه ايه امنيه اسمه ايه اسمه ايه عايز اسمعها تاني والله انا مش في شويه بايرن ميونخ نعم انت سامعين امنيه قالت ايه امنيه كده هقول توقعاتك للماتش طيب لا بايرن ميونخ ولا ما هو اللي هيكسب كام يعني هيكسب كام ممكن 1-2 هيكسب 2-1 يعني 2-1 ماشي الاهلي 1 وبايرن ميونخ 2 الاهلي مش قوي زي بايرن ميونخ صح يا جماعه اجيب لكم بيكم انا غلطت فيها اللي هي تغطيه كتير في الكومنتات برضه مش شكرا في بتاعت البريس وصلوا للمليون ولا 10 مليون كمان في اسرع وقت امي توقعاتك للماتش الاهلي ايه النهارده؟ النهارده انا احسب 3-0 لمين؟ للاهلي ولا بايرن ميونخ؟ لا الاهلي طبعا خلي بايرن ميونخ ده اقوى فريق في العالم لا الاهلي انا اهلاوي لو توقعتي صح ليك 1000 جنيه اللي هيقول التوقيع صح 3-0 الاهلي؟ اه الصح صعب قوي يا امي صعب خالص صح أوه. ليه الفريق التاني اقوى مننا بكتير اه ليه
بقول لك يا ابو حميد. قول لي يا ابو حميد. النهارده ماتش الاهلي وبايرن ميونخ، تتوقع مين اللي يكسب؟ اقول لك على حاجه، لو توقعت صح اللي هيكسب ليه 1000 جنيه. 1000 جنيه واحد؟ اه. طب تمام يعني، الاهلي هيخسر 19-0. لا بجد والله مش بامانه والله. يا ابني الاهلي النهارده هيجي ب 50 دستة وهو جاي. توقعاتك ايه؟ توقعاتي 8-0. ماشي. النهارده ماتش الاهلي وبايرن ميونخ، لو توقعت الماتش صح انا قايل اللي هيكسب ليه 1000 جنيه عندي. اللي هيتوقع التوقعات صح. الماتش الاهلي هيخسر 5-0. ماشي. ان شاء الله يا جدعان الاهلي هيخسر 5-0، واسمه الواد الصغير ده الشحات هيجيب جول في نفسه. هتنجح حد يجيب جول، كله يجيب جول بس في نفسه. يا ابني ليه يا ابني؟ شوف الاهلي هيخسر 5-0 وبراهن. انا توقعاتي الاهلي هيخسر 4-1. لا الاهلي هيخسر 5-0. هتشوف الاهلي نايم، انا اسف مع احترامي الفريق الاهلي كله، بس الاهلي نايم 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 5-0. دلوقتي خلصنا تصوير والحمد لله متعبناش زي كل مرة، وخلصنا بدري، ودلوقتي هروح فتح الله علشان ناقصنا حاجات لعيد ميلاد محمد اللي هو يوم 10/2. كل ينزل في الكومنتات يكتب يا محمد كل سنة وانت طيب، وبعد كده هروح ارتاح شوية وانزل بقى اسمع الماتش بالليل. دلوقتي لسه طالعة من فتح الله وجبت الحاجات اللي ناقصاني، وتعبت جدا بصراحة، عاوزة اروح اتغدى وانام، مش عارفة هصحى تاني ازاي، انزل 11 دور والله اتفرج على الماتش. ممكن هنزل علشان اعرف انا هكسب ال 1000 جنيه ولا لا، لو ما كسبتش ال 1000 جنيه هزعل جدا، لو كسبت بقى اروح شبرق على نفسي. وده غدانا النهارده، انا كان عندي المحشي ده من يومين بس بصراحه انا كنت حافظاه في التلاجة كويس جدا، سخنته كويس جدا برده بقى طعمه حلو قوي، انا قعدت اكل منه كده وانا في المطبخ، وحمرت فراخ وشوربه لسان عصفور، والفلفل ده انا بعشقه، والبيبسي اتفضلوا معانا. دلوقتي لسه وصلنا الكافيه وبصراحه ما ارتحتش ساعه، كنت عاوزه انام، كنت نازله معايا وانا ما نمتش والله، كنت ما عملتش فيديو وتعبان جدا، هتفرج على الماتش واروح انام. هو الماتش اهو لسه ابتدي اهو، لا هتطلع على طول اهو. وتوقعاتي اللي قال النتيجه صح هي عندي 1000 جنيه. ولو انا لو الاهلي كسب انا بقول الاهلي مش هيكسب، لو كسب انا موافق. يا رب يكسب، يا رب يحصل معجزه كده والاهلي يكسب، يا رب يكسب. الماتش لسه بادئ اهو، يا رب الاهلي يكسب يا رب. انا كنت اشرب نسكافيه، ندى قالت لي هات شبه الكابتشينو. اه يا سفر والله. واسطوره مصر اهو، اسطوره نسكافيه. والاهلي اهو لو خسروا 5 هتاخد مني 1000 جنيه. ليفاندوسكي جاب جول. ليه بس كده؟ هدى ما بيهزرش. ها؟ ندى ما بيهزرش. ندى أنا زعلت بس هو فريق قوي جدا. الشوط الأول خلاص 1-0. هدى لغاية دلوقتي يا هدى توقعات أختك آية. آية وغزل 1-0. أنا في الحالتين هتعزم على ماكدونالدز خلاص. الشوط الثاني ابتدى. أسطورة بس فاضل 4 يا جدعان، 1-0 فاضل 4. ندى شايفه ايه يا ندى؟ ان شاء الله هنكسب. لا هيكسب؟ مكه شايفه ايه؟ يا رب الاهلي يكسب وبيجيب جول حتى. الجول الثاني يا حوده 2-0 ليفاندوسكي. مفيش حد توقع عليه 2-0. هتشوف بقول لك ايه، ليفاندوسكي عاوز الهداف البطوله دي. محمد ده قلته 3-2 من 3-1 والله العظيم. لا يا حبيبتي لا. الماتش خلص، الاهلي كسب خسر 2-0. مفيش حد يتوقع النتيجه دي، الاهلي يخسر 2-0. 2000 انت هتاخد مني يعني؟ خلاص كده. بس انا ربطتها. انت قلت 3-0. بس لا مفيش حد. انا 5-0.
ونادى مرتاحنا قال 2-1 واحد قال 8-0 يس الحمد لله ما فيش حد ياخد ال 1000 جنيه انت بس اللي كسبت يا محمد لبس التيشيرت على الفاضي كل ما يلبسه لا احنا كلنا عارفين ان الاهلي هيخسر لان بايرن ميونخ بطل اوروبا يعني طب انت قلت ليه؟ كل ما كسبت لا اهلاوي انا بحب الاهلي بس بايرن اقوى يعني انا مبسوط جدا ان مفيش حد توقع نتيجه الماتش صح عشان ياخد ال 1000 جنيه هو الحمد لله ويا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس وتابعونا على انستغرام صندوق الوصف كل يوم وصلوا الفيديو ده ل 50000 لايك كل يوم فيديو الساعه 12 دول يلا باي